ولادنا وبناتنا في كل مكان، اهلا بيكم في حلقه ليله الامتحان. تعبنا كتير وذاكرنا كتير وحلينا كتير وكنا متابعين معاكم لحظه بلحظه، وجي وقت ان احنا نكلل بقى الكلام ده كله بالمراجعه النهائيه لمنهجنا. المفروض ان احنا عارفين من الحلقه اللي فاتت شكل امتحاننا ايه. هقوله تاني للناس اللي ما تابعتناش حلقه المراجعه العامه. احنا عندنا 4 اسئله في ورقه الامتحان، سؤالين خاصين بموضوعات الجغرافيا وسؤالين موضوعات التاريخ. غالبا موضوعات الجغرافيا اول سؤال بيكون فيها خريطه، وبعدين بيكون في سؤال مثلا على التعريفات، بيكون في سؤال على بما تفسر من النتائج وهكذا. ممكن يجي لنا اختيارات من متعدد، ممكن يجي لنا اكتب امامك مثلا عباره صحح اللي فيها او صوب الخطا، ممكن تيجي جمله وعليها مجموعه اسئله. ده بالنسبه للجغرافيا. بالنسبه للتاريخ اكيد في سؤال مختص بالشخصيات، وفي سؤال دلل تاريخيا او برهن على صحه العباره، ممكن نلاقي بما تفسر او ما النتائج، وبرده هنختم الامتحان بعباره وعليها اسئله. النهارده هنراجع بشكل مختلف قوي. همسك لكم التواري، هنبدأ بالتاريخ عشان المرة اللي فاتت راجعنا جغرافيا، وآخر نص ساعة إن شاء الله ممكن نغطي فيها بعض الأسئلة المهمة في موضوعات الجغرافيا. فخلينا نركز أول ساعة من حلقتنا النهاردة على أسئلة التاريخ. بس أنا النهاردة هراجع التاريخ بشكل مختلف شوية. هجيب لكم تواريخ المنهج كله من أولها لآخرها، وأبدأ كل تاريخ أقول إيه السؤال اللي ممكن يجي عليه وبأي صيغة. ده مش معناه ان بكره يجي لنا سؤال امامك مجموعه من التواريخ اكتب الاحداث المرتبطه بيها، لا. بس انا هعمل كده او همشي بالتسلسل الزمني علشان ما فيش حدث تاريخي يقع مننا اثناء الحلقه. خليكم مركزين قوي معانا عشان زي ما قلت لكم كده انا مش هسيب اي حدث تاريخي. هنبدا من اول تاريخ اخذناه، مش من ترتيب الكتاب بس بتسلسل الاحداث الزمنيه، وهو عام 1917. 1917 بيفكرنا بايه؟ بيفكرنا بوعد اسمه وعد بلفور. طيب احنا عندنا 1917، التاريخ ده ممكن يجيلي باكتر من شكل. الشكل الاولاني، ما رأيك في وعد بلفور؟ ده ممكن شكل من اشكال الامتحان او السؤال اللي يجي في 1917. ممكن يجي كمان يقولي ما هي اجراءات تنفيذ وعد بلفور. طيب انا لو جالي سؤال زي ده اجاوب عليه ازاي؟ احنا اخدنا ان وعد بلفور ده وعد من لا يملك لمن لا يستحق. طيب يعني انا ممكن يجيلي سؤال ما رأيك في وعد بلفور، ساعتها هبدأ اجابتي هو وعد من لا يملك لمن لا يستحق. وابدا اقول بقى حيث وعد وزير خارجيه بريطانيا اليهود بانشاء وطن قومي لهم في فلسطين، وهذا الوعد وعد من لا يملك لمن لا يستحق، زي ما احنا بدانا العباره بتاعتنا. طب ده لو جه سؤال في صيغه ما رايك في وعد بلفور. طيب ايه هي اجراءات تنفيذ وعد بلفور؟ اجراءات تنفيذ وعد بلفور عندنا بريطانيا بعد انتهاء الحرب العالميه الاولى وضعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني طبقا لمؤتمر سان ريمو. المؤتمر ده قال ان فلسطين توضع تحت الانتداب البريطاني، وده نظام وضعته عصبة الامم. طيب ايه الاجراءات بقى اللي انا هنفذ بيها وعد بلفور؟ حاجتين: السماح لاعداد كبيرة من اليهود بالهجرة الى فلسطين بعد الانتداب البريطاني طبعا، والسماح بانتقال الاراضي من العرب الى اليهود. يبقى انا عندي اجراءات تنفيذ وعد بلفور هيبقى بعد الانتداب البريطاني على فلسطين طبقا لمؤتمر سان ريمو عام 1920. ده يخلينا نخرج من 1917 ل 1920. وممكن يجي لنا في سؤال مهم جدا عن 1920 يقول لي في 1920 بدأت مشكلة فلسطين برهن تاريخيا. ممكن يجي يقول لي 1920 بداية ظهور مشكلة فلسطين على الساحة الدولية. السؤال ده عايزني أعمل إيه؟ عايزني أبرهن تاريخيا. ممكن يجي يقولي كان عام 1920 هو بداية ظهور مشكلة فلسطين على الساحة الدولية. في الحالة دي إجابتنا هتكون لأن 1920 ده مؤتمر سان ريمو الذي وضع
فلسطين تحت الانتداب البريطاني. طيب اسكت عند كده او لا؟ لازم اكمل واقول ان بعد الانتداب البريطاني عملت بريطانيا على تنفيذ وعد بلفور عن طريق السماح باعداد كبيره من اليهود للهجره الى فلسطين وانتقال الاراضي. يبقى انا كده دللت له انه عام 1920 هو بدايه ظهور مشكله فلسطين على الساحه الدوليه، ده طبقا لمؤتمر سان ريمو الذي وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني. طيب هنا ممكن يجي لنا سؤال تاني. احنا بعد 1920 عندنا مجموعة سنوات مرتبطة بتاريخ برضو فلسطين. احنا عندنا 1920 ثورات، 29، 36، كل دي كانت ثورات وانتفاضات في فلسطين. طيب احنا عندنا في فترات بقى تاريخية موجودة عندنا مرتبطة بالتاريخ المصري. طيب ممكن نخرج منها ننطلق على تاريخ المصري بتاعنا عن طريق عام 1936. يجي يقول لي عام 1936 برهن تاريخيا على صحة العبارة. 1936 هو استقلال سوري لمصر. يعني ايه استقلال سوري لمصر؟ او دلل تاريخيا ان معاهدة 36 كانت استقلالا سوريا لمصر. 36 كانت استقلال سوري لمصر لان عام 1942 حاصرت الدبابات البريطانية مبنى قصر عابدين، وطلبت من الملك فاروق في الوقت ده تشكيل وزارة جديدة برئاسة مصطفى باشا النحاس. يبقى ناخد بالنا قوي ان هو ممكن يربط لنا الاحداث ببعضها. احنا عندنا 36 لما جينا اتكلمنا عنها وقلنا ان هي سبب من اسباب قيام ثورة 52، قلنا انها اظهرت ان استقلال مصر استقلال غير حقيقي. ليه؟ لانه حاصرت الدبابات البريطانية مبنى قصر عابدين وطلبت من الملك فاروق تشكيل وزارة جديدة برئاسة مصطفى باشا النحاس. عشان كده بنقول ان معاهدة 36 كمان جعلت مصر ميدان للحرب العالمية الثانية. ممكن دي جينا في اختيارات. معاهدة 36 أرهقت الحياة السياسية في مصر، أرهقت الحياة الاقتصادية، الحياة الاجتماعية، الحياة السياسية والاقتصادية معا. ناخد بالنا قوي من الجزئية دي. معاهدة 36 كانت عبء على الحياة الاقتصادية لأنها جعلت مصر ميدان للحرب العالمية الثانية، وكانت تدخل سياسي في شؤون مصر الداخلية بدليل الحادثة بتاعة قصر عابدين ومحاصرة الدبابات البريطانية لمبنى قصر عابدين. طيب ده بالنسبة ل 36. ممكن يجي لنا سؤال كمان، واحنا كده عرضنا 36 و42، ممكن يجي لنا 1948. وخلينا قبل 48 في عندنا حدث مهم جدا في 47، هنرجع لورقه 48 تاني. 1947 تعالوا كده نفكر هو ايه اللي حصل في 47. اللي حصل في 47 هي انه الامم المتحده قامت بتقسيم فلسطين. يبقى ده قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين. طب السؤال هنا ممكن يجي يقولك ايه؟ ممكن يجي يقولك ما رأيك في قرار الأمم المتحدة عام 1947 تجاه القضية الفلسطينية؟ احنا القرار ده قسم فلسطين لثلاث مناطق، منطقة عربية ومنطقة يهودية ومنطقة دولية اللي هي القدس. طيب القرار ده لو احنا جينا اتكلمنا عليه في ما رأيك، لما يجي يقولك ما رأيك في قرار الأمم المتحدة عام 1947، هو مش هيقولك بتقسيم فلسطين عشان يبقى السؤال غير مباشر، هيقولك ما رأيك في قرار الأمم المتحدة عام 1947. يبقى أنا على طول أربط الأمم المتحدة ب 47. هو ده كان قرار إيه؟ كان قرار تقسيم فلسطين لثلاث مناطق، دولة عربية، دولة يهودية، منطقة دولية اللي هي القدس، تدويل القدس يعني. طب أنا لو جيت قلت رأيي في ده هقوله إزاي؟ هقول إن قرار الأمم المتحدة كان قرارا ظالما لفلسطين، حيث تم تقسيم فلسطين إلى 1، 2، 3، 4. يبقى أنا هنا كتبت رأيي في إن هو قرار ظالم وإنه قسم فلسطين لكده.
اه بالمناسبه يا اولاد، بنسمع كتير قوي واحنا بنصحح الاعداديه بالتحديد بنلاقي الاولاد قرار اعجبني ولم يعجبني. انا مش بحب كلمه اعجبني ولم يعجبني، انا بحب ندي دليل تاريخي عن القرار ده كان قرار ظالم، قرار عادل، قرار كان في مصلحه مين، قرار كان ضد سياده دوله مين على اراضيها. فخلينا نختار الكلمات اللي نبدا بيها اجابتنا في سؤال ما رايك عشان تكون اجابتك كده اجابه جميله وترضي كل الناس اللي بتصحح ورقتك. يبقى لما يجي يكلمني عن قرار 1947 قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين، هقول إن هو قرار ظالم لفلسطين حيث قسمت فلسطين لدولة يهودية، دولة عربية، والقدس منطقة دولية. ممكن على نفس السؤال يجي يقولك إيه رأيك في موقف العرب؟ رفض العرب تقسيم فلسطين 47 حيث أن فلسطين أرض عربية. طب أنا عايزة أدلله بقى إن فلسطين أرض عربية، هقول له لها مكانة في قلب ووجدان كل مواطن عربي. واحد ولد بها السيد المسيح، اثنين أسرة اللي بها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فلسطين، ثلاثة بها المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين. يبقى أنا هنا بقى كطالب أنا بربط الأحداث التاريخية ببعض، بدلله كمان إن فلسطين دي عربية، إزاي بجيب له أهمية فلسطين بالنسبة لكل مواطن عربي وتاريخ فلسطين من أول ميلاد السيد المسيح فيه على أراضيها. يبقى إحنا كده غطينا الجزئية بتاعت 47. قبل ما اسيب قرار الامم المتحده سنه 47 لازم اميز لاولادنا بنقطتين مهمين جدا. انا عندي مصطلحين تم ذكرهم في منهج التاريخ بتاعنا، عصبه الامم والامم المتحده. المصطلحين دول ممكن يلخبطونا جدا بكره في الامتحان. انا عندي في حاجه اسمها عصبه الامم، ودي كانت منظمه دوليه بدات بعد انتهاء الحرب العالميه الاولى يعني 1918 وتوقف عملها 1945. حل محل عصبة الأمم، الأمم المتحدة عام 1945 لحد وقتنا هذا. طيب هو ممكن في الامتحان يلخبطني من الاثنين؟ تعالوا نشوف سؤالين كده ونشوف هنجاوبهم ازاي. ممكن يجي يقول لي اكتب كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة مع التصويب. وضعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني بعد قرار الأمم المتحدة عام 1920. هو عايز يسأل العبارة دي صح ولا غلط. طيب تعالوا نشوف ونفسر العبارة بتاعتنا دي صح ولا غلط. هو بيقول وضعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني، لحد كده في مشكلة في العبارة؟ لا خالص. بعد قرار الأمم المتحدة عام 1920، هو التاريخ صح، هي فلسطين فعلا وضعت تحت الانتداب البريطاني 1920 ما عندناش مشكلة. بس هل قرار الأمم المتحدة هو اللي كان 1920؟ لا، أنا ما كانش عندي منظمة دولية اسمها الأمم المتحدة في 1920. يبقى هنا العبارة إيه؟ خطأ. طب التصويب بتاعها ايه؟ انا ما كانش عندي الامم المتحدة، ده كان طبقا لقرار مؤتمر سان ريمو اللي اقرته بعد كده عصبة الامم. يبقى انا هنا ناخد بالنا قوي، عصبة الامم اي قرار قبل 1945 يبقى تبعها، الامم المتحدة بعد 45. يبقى انا هنا لازم اخد بالي قوي من السؤال، الامم المتحده 45 واحنا طالعين، عصبه الامم قبل 45، يبقى اي قرار قبل 45 يبقى ده عصبه امم، بعد 45 يبقى ده امم متحده. طب ممكن يجي لنا سؤال تاني صح وغلط برضو، تم تقسيم فلسطين طبقا لقرار الامم المتحده عام 1947. اه هنا العباره تبقى صحيحه. ليه؟ لانه ده امم متحده و47 يبقى فعلا كانت في منظمه دوليه اسمها منظمه الامم المتحده عام 1947. يبقى ممكن نتلخبط فيها بكره في الامتحان، اعتقد بعد ما احنا شرحناها كده مفيش لخبطه ان شاء الله. ده بالنسبه لسنه 47 واللي حصل فيها. نرجع بقى للورقه بتاعتنا اللي هي بتاعت 48. نرجع ل 48. 48 عندي فيها اكتر من حدث. عندي فيها انهاء، نظبط الورقه، انهاء الانتداب
البريطاني على فلسطين، وعندي فيها حدث تاني اسمه إعلان قيام دولة إسرائيل، وبالمناسبة كان 15 مايو عام 1948. وعندي فيها حدث أهم وهو حرب فلسطين عام 1948. طيب ناخد بقى واحدة واحدة ونشوف الأسئلة اللي ممكن تيجي عليها. ممكن يجي سؤال يقولك ما رأيك في موقف بريطانيا بعد تقسيم فلسطين؟ ما رأيك في موقف بريطانيا بعد تقسيم فلسطين؟ طيب السؤال بتاع بريطانيا هو بريطانيا رفضت التصويت على قرار تقسيم فلسطين وانهت انتدابها البريطاني وسحبت قوتها. يبقى برغم ان بريطانيا هي صانعة مشكلة فلسطين، نبدأ كده كلماتنا، برغم ان بريطانيا هي صانعة مشكلة فلسطين، ولكن عند اعلان تقسيم فلسطين عام 1947 رفضت بريطانيا التصويت وامتنعت وانهت انتدابها البريطاني في 14 مايو عام 1948. يبقى ده انا بقول رايي ايه؟ برايي انه بريطانيا هي صنعت مشكله فلسطين، وبرغم كده وقفت سلبيه امام قرار تقسيم فلسطين عام 1947. يبقى ده السؤال اللي ممكن يجي لنا على انهاء الانتداب البريطاني على فلسطين. طيب اعلان قيام دوله اسرائيل، انا لما بتكلم عن اعلان قيام دوله اسرائيل مش ده كان سبب من اسباب حرب فلسطين 48 اللي هو انقاذ العرب من بطش اليهود؟ تاني حاجه مشكله فلسطين كانت في انها مش عارفه تعمل حكومه وطنيه على ارضهم، عشان كده شارك العرب في حرب فلسطين. ليه؟ واحد انقاذ العرب من بطش اليهود، اتنين مساعده الفلسطينيين على اقامه حكومه وطنيه على ارضهم. طيب ده سؤال لو جه قال لك بما تفسر قيام حرب فلسطين. في سؤال بقى مهارات تفكير عليا ممكن نربط بيها حرب فلسطين بمصر، وهو كالآتي. تعالوا كده نشوف السؤال بيقول ايه. نعدل الورقة علشان انا عارفة انه يعني ما يبقاش الورقة مش مظبوطة قدامنا. كانت حرب فلسطين نقطة تحول في فكر، نقط يجيب لنا كده اختيارات يقول هل هي كانت نقطة تحول في فكر محمد نجيب، طبعا مع حفظ الألقاب اللواء محمد نجيب، ولا الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ولا الرئيس الراحل السادات مثلا. جبنا سؤال زي كده. كانت حرب فلسطين هي نقطة تحول في فكر، يا ترى حرب فلسطين كانت نقطة تحول في فكر مين من الشخصيات اللي قدامنا؟ هل هو اللواء محمد نجيب، ولا الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ولا السادات؟ لو جينا ربطنا الأحداث التاريخية ببعضها هنلاقي إنه هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 48 خلت الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يفكر في تكوين تنظيم الضباط الأحرار. يبقى نربط هنا الأحداث التاريخية ببعض، إن هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 48 كانت سببا في تفكير الرئيس جمال عبد الناصر في تكوين تنظيم الضباط الأحرار. يبقى لنرجع بقى لسؤال تاني ونشوف كده هنجاوب عليه ازاي. كانت حرب فلسطين هي نقطة تحول في فكر، يبقى الاختيار هو جمال عبد الناصر. يبقى السؤال ده ممكن يجي لنا مهارات تفكير عليا، لأنه هيربط لنا حرب فلسطين بتكوين تنظيم الضباط الأحرار. طيب احنا كده اتكلمنا عن 48 واللي حصل فيها، نوصل ل 1952. فاكرين ايه اللي حصل فيها؟ حصل فيها عندنا ثورة كبيرة جدا اسمها ثورة 23 يوليو. طيب الثورة دي كان ليها اسباب واحداث ونتائج اللي هي الانجازات ومبادئ. اسباب احداث انجازات وقبليهم طبعا مبادئ، وقبل اسباب اهمية. ايه ده كل ده؟ كتير قوي؟ لا مش كتير قوي ولا حاجة. يبقى ثورة 23 يوليو ممكن يجي يقولي بما تفسر اهمية ثورة 23 يوليو، ده غير بما تفسر قيام ثورة 23 يوليو،
ده غير مبادئ ثورة 23 يوليو. طبعا احنا الاحداث هنذكرها كده لانها ممكن تجينا في سؤال صح وغلط. ده غير ربط الاهداف بالانجازات. تعالوا بقى ناخد واحدة واحدة. نبدأ بأهمية ثورة 23 يوليو. انا عندي اتنين من اهمية ثورة 23 يوليو. اول حاجة، يرى المؤرخين انها كانت اثرت في كتير من حركات التحرر الوطني في العالم، وخاصة ان في كتير من الدول اخذت استقلالها بعد ثورتنا. اتنين، ان الثورة دي اسهمت في تكوين وتأسيس حركات عالمية زي حركة عدم الانحياز. يبقى انا هنا ناخد بالنا قوي من السؤال ده. لما يجي يقول لي بما تفسر اهمية ثورة 23 يوليو، يبقى انا بتكلم في كام سبب؟ في سببين. السبب الاول انه يرى المؤرخين انها اثرت في كثير من حركات التحرر الوطني في العالم. اتنين، ان كانت ليها كتير من الانجازات اهمهم تاسيس حركه عدم الانحياز. طيب لما يجي يقول لي ايه هي بقى اسباب او تعددت عوامل قيام ثوره 1952، يبقى في الحاله دي هنروح للست اسباب. بس قبل ما نروح للست اسباب هنطلع فاصل ونرجع نواصل حلقتنا. استنونا مش هتروحوا في اي مكان، فاصل قصير. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل عشان نوصل حلقتنا ونكمل اسباب ثورة 23 يوليو. سؤال ممكن يجينا بما تفسر او برهن تاريخيا على تعددت عوامل قيام ثورة 23 يوليو. في الحالة دي احنا هنفتكر الست اسباب. طب انا ما افتكرتش الستة وكتبت اربعة، ملائم جدا اربعة بس ما يبقاش اقل من كده. واحد، تدخل بريطانيا في شؤون مصر الداخلية، وده ظهر في حادثة 4 فبراير. اتنين، فساد النظام الملكي، سوء اوضاع اقتصادية، سوء اوضاع اجتماعية، سوء اوضاع سياسية ظهرت في حرب فلسطين، مشكلة حرب تهزيمة طبعا الجيش المصري في حرب فلسطين 1948، عدم وجود حياة ديمقراطية. يبقى أنا هنا لما يتكلم عن عوامل قيام ثورة 1952 يبقى أنا بتكلم عن الست أسباب. طيب ممكن يزود لي حاجة هنا ويقول لي تعددت أهداف ثورة 23 يوليو عام 1952. هنا الأهداف لازم أربطها برضو بالستة. انا عندي ست اهداف لثورة 52. ست اهداف دول احنا قسمناهم لاتنين، تلاتة قضاء وتلاتة اقامة. فاكرين تلاتة قضاء وتلاتة اقامة؟ فاكرين القضاء كان ايه على ايه؟ القضاء على الاستعمار واعوانه، القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال، القضاء على الاقطاع. طب اقامة، جيش وطني قومي قوي، عدالة اجتماعية، حياة ديمقراطية سليمة. يبقى انا هنا برضو ممكن يجي سؤال برهن تاريخيا تعددت اهداف ثورة 23 يوليو، يبقى انا هنا بتكلم برضو في الستة. طيب الاحداث، احنا عارفين ان الجيش المصري سيطر على كل قطاعات الجيش بعد بيان 7:30 صباحا، اللي هو كان بصوت محمد انور السادات على لسان اللواء محمد نجيب. واصبح اللواء محمد نجيب هو القائد الاعلى للقوات المسلحة في الوقت ده، هو اللي اصبح مسيطر على كل قطاعات الجيش المصري. ناخد بالنا قوي لان ممكن يجي لنا سؤال ده في اخطر. عقب اذاعه بيان ثوره 23 يوليو اصبح نقط هو القائد الاعلى للقوات المسلحه والمسيطر على جميع قطاعات الجيش المصري في القاهره واسكندريه. يبقى ده طبعا اللواء محمد نجيب. طيب مبادئ الثوره، انا كان عندي مبدئين، ان يتنازل الملك فاروق عن العرش لابنه احمد فؤاد الثاني، أن يغادر البلاد قبل يوم 26 يوليو من عام 1952. يبقى هي دي مبادئ الثورة. طيب هو ممكن يجينا سؤال على الجزء ده برضو. طبعا بما تفسر تنازل الملك فاروق عن العرش. ليه الملك فاروق تنازل عن العرش؟ لأنه أدرك حقيقتين. الحقيقة الأولى بتقول كراهية الجيش والشعب لحكمه تخلي بريطانيا عنه. وتخلي بريطانيا عنه ممكن يجينا سؤال برهن تاريخيا ان تخلت بريطانيا عن الملك احمد الملك فاروق في عام 1952. دليل على كده انه غادر البلاد في تمام الساعه 6 من يوم 26 يوليو عام 1952. طيب هو تنازل عن العرش لمين؟ لابنه احمد فؤاد الثاني اللي هو اخر من تولوا حكم مصر. طبعا الحكم هناك وراثه من اسره محمد علي. ده بالنسبة للمبادئ. طيب الإنجازات، مهم قوي سؤال الإنجازات لأنه ممكن يربط لي كل إنجاز بهدف. يعني ممكن يجي يقولك كيف حققت ثورة 23 يوليو القضاء على الاستعمار وأعوانه. ناخد بالنا هي إزاي قضت على الاستعمار وأعوانه عن طريق حاجتين.
اول حاجه اتفاقيه الجلاء عام 1954، تاني حاجه جلاء اخر جندي انجليزي عن مصر عام 1956 وبالتحديد في 18 يونيو. طيب نكتب ده علشان برضو انا عارفه ان ولادنا بيحبوا يبقى قدامهم الكلام مكتوب. ممكن يجي سؤال يقول لك كيف، ممكن نشوف الورقه علشان بس نظبطها، حققت الثوره الآتي. يكتب لي واحد كده القضاء على الاستعمار وأعوانه، القضاء على الاستعمار وأعوانه. طيب يبقى احنا القضاء على الاستعمار وأعوانه هنكتب بحاجتين، 1954 دي اتفاقية الجلاء بين مصر وبريطانيا، 1956 جلاء اخر جندي انجليزي. وسمع بقى حد بيتكلم، طب انا مش فاكر التواريخ، انا مش فاكر، مش عارف، مش مشكله التاريخ، لما تيجي تقول القضاء على الاستعمار واعوانه يبقى تحقق باتفاقيه الجلاء. اتنين، جلاء اخر جندي انجليزي عن ارض مصر بعد استعمار دام اكتر من 74 سنه. طيب ممكن يسالني على انجاز تاني، كيف حققت الثوره القضاء على الاقطاع؟ القضاء على الاقطاع اتحقق بقانون الاصلاح الزراعي، قانون الاصلاح الزراعي. وناخد بالنا بقى، وهقف عند قانون الاصلاح الزراعي ده شويه لان ممكن يسالك عليه، ايه هو اول انجاز من انجازات ثوره 23 يوليو؟ قانون الاصلاح الزراعي. طبعا ده المجال الاجتماعي. ممكن يجي يقول كيف حققت الثوره تكوين جيش قوي. فاكرين الثورة حققت جيش قوي ازاي؟ فاكرين 1955؟ ده بيفكرني بايه؟ بيفكرني بصفقة الأسلحة اللي كانت مع الاتحاد السوفيتي. مصر عقدت صفقة أسلحة من الاتحاد السوفيتي لتسليح وتدريب الجيش المصري على أحدث أساليب القتال. فبالتالي حققت مصر جيش وطني قومي بصفقة الأسلحة اللي كانت مع الاتحاد السوفيتي لتسليح الجيش المصري. الأسئلة دي ممكن تجينا مثلا، قادت مصر ثورات عديدة في ضوء العبارة السابقة، وضح أحد إنجازات الثورة في المجال السياسي. ممكن يجينا كده، أو ممكن يجينا بشكل تاني على فكرة. ممكن يجي مثلا يقولك تأميم شبكة قناة السويس في 26 يوليو عام 1956، ده إنجاز اقتصادي سياسي اجتماعي دولي. طبعا انجاز تأميم شبكة قناة السويس ده انجاز سياسي، يبقى ناخد بالنا قوي من الحاجات اللي ممكن تيجي. حققت الثورة العدالة الاجتماعية بحق المرأة في الترشح والانتخاب لمجلس الأمة، ولا بإنشاء السد العالي، ولا بإنشاء المصانع، ولا بتمصير البنوك؟ مادام حاجة في العدالة الاجتماعية يبقى هنروح للمرأة. نفس القصة بالنسبة للتعليم، قوانين التأمينات والمعاشات وما إلى ذلك. يبقى احنا نركز قوي في السؤال اللي انا هربط بيه هدف بانجاز، او الانجاز ده في اي مجال سياسي اقتصادي اجتماعي ثقافي وهكذا، اقتصادي اجتماعي دولي او عربي وهكذا. طيب احنا وقفنا لحد سنة كام؟ 1952. قلنا عندنا اكتر من حدث، 1952 كانت الثورة، 1953 كان عندنا اكتر من حاجه. اول حاجه الغاء الملكيه واعلان الجمهوريه، دي حاجه مهمه جدا وانجاز مهم جدا لمصر. عندنا كمان 1954 اتفاقيه الجلاء، 1955 قلنا صفقه الاسلحه، 1956 كان عندنا اكتر من حدث، تاميم شركه قناه السويس والغاء تاميم شركه قناه السويس واتفاقيه اتفاقيه الجلاء اللي بعد كده نصت على جلاء اخر جندي انجليزي بعد 20 شهر اللي تم في 18 يونيو 56. يبقى عندي الجلاء وعندي تاميم شركه قناه السويس. عندي حدث مهم جدا في اكتوبر عام 1956. تعالوا نروح للحدث ده علشان ليه اسباب واحداث ونتائج برضو، وده سؤال مهم جدا في الامتحان لبكره. اكتوبر عام 1956، اكتوبر 1956 كان عندي حاجة اسمها العدوان الثلاثي على مصر. يبقى 56 ده العدوان الثلاثي على مصر. عدوان ثلاثي يعني يتكون من ثلاث دول، انجلترا، فرنسا، اسرائيل.
ثلاث دول بثلاث اسباب. انجلترا جت عشان تأميم شركة قناة السويس، فرنسا شاركت في العدوان علشان مساعدة مصر لحركات التحرر الوطني في الجزائر، إسرائيل جت علشان قوة مصر السياسية والعسكرية بعد سقوط الأسلحة مع الاتحاد السوفيتي عام 1955. طيب هنا ممكن يجي لنا سؤال ما العلاقة. طيب ما العلاقة تيجي ازاي؟ ما العلاقة بين تأميم شركة قناة السويس ومجيء العدوان الثلاثي؟ هنقول شاركت بريطانيا في العدوان الثلاثي بعد تأميم مصر لشركة قناة السويس. ما العلاقة بين مساندة مصر للدول العربية واشتراك فرنسا في عدوان 56؟ الإجابة واضحة جدا، إن مساندة مصر لحركات التحرر الوطني في الجزائر كانت سببا في اشتراك الجزائر فرنسا في العدوان الثلاثي على مصر. إسرائيل شاركت بسبب قوة مصر العسكرية بعد صفقة الأسلحة من الاتحاد السوفيتي عام 1955. طيب أنا هنا ممكن أتسأل سؤال كمان في 56، ممكن بمنتهى البساطة يجي يقول لحضرتك ما النتائج المترتبة على عدوان 1956؟ النتائج هي انه فشل العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 للاسباب التاليه. تحط الخمس اسباب اللي احنا حفظناهم طول حلقتنا: بساله جيش واهالي بورش سعيد، مساعده الدول العربيه لمصر، تهديد الاتحاد السوفيتي بالتدخل عسكريا لوقف العدوان، رفض الولايات المتحده الامريكيه استخدام مبدا القوه في فض المنازعات، تنديد الامم المتحده بالعدوان. طيب دي فشل العدوان الثلاثي. طيب لما فشل العدوان الثلاثي نتج عنه ايه؟ انسحبت انجلترا وفرنسا من بورسعيد في 23 ديسمبر 56، وعلشان كده ده عيد قومي لمحافظة بورسعيد. اتنين، انسحبت اسرائيل اوائل 57 ووضعت قوات طوارئ دولية بين مصر واسرائيل. تلاتة او اربعة، ادركت مصر اهمية الوحدة العربية فعملنا الوحدة بين مصر وسوريا في 58. ممكن انا هنا اجي سؤال واقول ايه العلاقة بين الوحدة بين مصر وسوريا وعدوان 56؟ سؤال مستخبي قوي وفطار في الكتاب كده. العلاقة بين الوحدة بين مصر وسوريا وعدوان 56 أو العدوان على مصر، يبقى أدركت مصر أهمية الوحدة العربية فعقدت مع سوريا اتحاد ظهر في الجمهورية العربية المتحدة في 58 لمواجهة الكيان الإسرائيلي. ده سؤال مهم جدا ممكن يجي لنا بشكل مباشر في الامتحان. طيب ده بالنسبة ل 56. أنا عندي 57، انسحاب إسرائيل من سيناء ووضعها لقوات طوارئ دولية بينها وبيننا. طيب أنا عندي أحداث تانية، عندي 58 قلنا الوحدة. عندنا كمان 59 مفيش حاجة، 60 مفيش حاجة، عندنا بعد كده 67. 5 يونيو 67 بيفكرنا بالعدوان الإسرائيلي على مصر. طب تعالوا بقى نشوف حاجات كده في 1967. الحدث التاريخي اللي في 1967 بيفكرنا بمجموعة من الحاجات. خلينا بس نشوف الداتا على الشاشة علشان خاطر نظبطها. طيب ده بيفكرنا بأول حاجة، عدوان أو العدوان الإسرائيلي على الوطن العربي. بيفكرني بأكتر برضو من حاجة، بيفكرني بتدمير إيلات، بيفكرني بغلق مصر لخليج العقبة قبل كل ده في مايو 67. طيب ناخد واحدة واحدة بقى ونتكلم عنها. غلق مصر في خليج العقبة كان في مايو 67، تدمير إيلات كان في أكتوبر 67، العدوان كان 5 يونيو 67. تعالوا نبدأ بغلق مصر لخليج العقبة. احنا قلنا انه من اسباب العدوان الاسرائيلي على الوطن العربي كله ان بدات اسرائيل تحشد قواتها على الحدود بينها وبين سوريا. طبقا لاتفاقيه الدفاع المشترك بين مصر وسوريا، بدات مصر تطلب من قوات الطوارئ الدوليه الانسحاب من بعض النقاط في سيناء. اغلقت مصر خليج العقبه في وجه الملاحه الاسرائيليه، وممكن يجي يقول لك بما تفسر غلق مصر خليج العقبه في وجه الملاحه الاسرائيليه؟ هنا هنقول احكاما للحصار الاقتصادي على اسرائيل. إسرائيل أعلنت أنها لن تكون البادية بإطلاق النار، ولكن في صباح 5 يونيو عام 1967 ضربت المطارات المصرية واحتلت سيناء، ضربت سوريا واحتلت هضبة الجولان،
الضفة الغربية لنهر الأردن وتم احتلالها، فلسطين كلها أصبحت تحت سيطرة إسرائيل وتحت احتلال دولة إسرائيل. يبقى أنا هنا عندي نتائج للعدوان الإسرائيلي في 5 يونيو 67، وهي احتلال سيناء في مصر، هضبة الجولان في سوريا، الضفة الغربية لنهر الأردن، وكمان فلسطين كلها. 67 كانت لمجلس الأمن دور كبير تجاه القضية العربية. مجلس الأمن في 67 أصدر قرار رقم 242 لسنة 67 الذي نص على انسحاب إسرائيل من أراضي احتلتها في 67، إنشاء مناطق منزوعة السلاح، حرية الملاحة في الممرات الدولية، احترام سيادة كل دولة على أرضها. إيه رأيك في موقف إسرائيل من قرار 242 لسنة 67؟ طبعا إسرائيل تعنتت ورفضت تنفيذ قرار مجلس الأمن برغم موافقة مصر على تنفيذ القرار. هنا أعلن الرئيس جمال عبد الناصر إن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير قوة. ممكن يجي يقولك ما موقف مصر تجاه تعنت إسرائيل في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242؟ هنقول أعلن الرئيس جمال عبد الناصر إن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير قوة. وهنا بدأت مصر في تجهيز وتدريب جيشها على أحدث الأسلحة، وأصبحت مصر في مرحلة بناء لقواتها المسلحة. تعالوا بقى نشوف مراحل بناء قواتنا المسلحة كانت على كام مرحلة، وفي كل مرحلة كان عندنا إيه من المعارك وفين. مراحل بناء قواتنا المسلحة، استأذن حضراتكم نشوف على الشاشة. مراحل بناء قواتنا المسلحة بعد طبعا 67 كانت مرحلتين. المرحلة الأولى بنسميها مرحلة الصمود والتصدي، بنسميها مرحلة الإيه؟ الصمود والتصدي. والمرحلة الثانية بنسميها حرب الاستنزاف. ناخد بالنا قوي ان الصمود والتصدي قعدت من 67 لحد 69. 67 حصل فيها معركتين، واحدة اسمها رأس العش جنوب بور فؤاد، وعندي كمان معركة او قواتنا البحرية قامت بتدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات. يبقى أنا في الصمود والتصدي خاضت مصر معركتين، معركة رأس العش في بور فؤاد وتدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات اللي كانت في أكتوبر 67. طيب حرب الاستنزاف كانت واستمرت عامين من 69 لحد ما توقفت بمبادرة روجرز 70. في حرب الاستنزاف كان عندي قصف مستمر على خط بارليف، هذا الخط المنيع الذي اعلنت فيه اسرائيل انه خط لا يقهر، وكان عندي بناء حائط للصواريخ على الضفه الغربيه، وناخد بالنا قوي ان هي الضفه الغربيه لقناه السويس. طيب انا عندي هنا في كذا نقطه ممكن يجي عليها سؤال. اول حاجه القصف المستمر على خط بارليف ده كان في انهي مرحله؟ يقول لك صمود وتصدي ولا حرب استنزاف؟ قصف مستمر على خط برليف يبقى ده حرب استنزاف على طول. من نتائج بناء حائط الصواريخ على الضفه الغربيه هي حمايه السماء المصريه من الطيارات الاسرائيليه. في حرب الاستنزاف استشهد البطل الشهيد عبد المنعم رياض يوم 9 مارس 69، عشان كده احنا بنحتفل سنويا بعيد الشهيد في يوم 9 مارس. ازاي توقفت هذه المرحلة؟ توقفت هذه المرحلة بمبادرة روجرز 70. هذه المبادرة التي اعلنها وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية وهو روجرز، عشان كده المبادرة عرفت باسمه، وهي مبادرة تلخصت في وقف اطلاق النار لحين حل النزاع بالطرق السلمية. ممكن يجي يقول لحضرتك سؤال، ما العلاقة بين مبادرة روجرز وحرب الاستنزاف؟ هنقول توقفت حرب الاستنزاف بعد مبادرة روجرز عام 1970 لحل النزاع بالطرق السلمية. ده كان بالنسبة لمرحلة حرب الاستنزاف اللي زي ما انتوا شفتوا او عرفتوا توقفت بمبادرة روجرز. بعديها توفي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وعلشان يكمل الجهاد بعد منه او الكفاح لاستقلال مصر الرئيس الراحل محمد انور السادات. طيب تعالوا بقى كده ننتقل لمرحلة تانية اللي هي مرحلة السبعينيات. انا عندي ايه اللي حصل في 71؟ عندي اللي حصل في
73، بعد كده 78، 79، 82، لحد ما نطلع. عندنا 1970 وفاة جمال عبد الناصر وتولي رئيس السادات. طيب 71 هنربط شوية، 71 بالدستور الدائم للبلاد، لأن هي دي مرحلة من مراحل إعادة تهيئة الجبهة الداخلية لخوض حرب في مصر، وهي حرب 6 أكتوبر والعاشر من رمضان اللي احنا بنحتفل بيها النهاردة. على فكرة هو النهاردة 10 من رمضان. طيب خلينا نقول انه ممكن يجي لنا سؤال على الجزء بتاع استعداد مصر، ممكن يجي يقول لك برهن استعدت مصر لحرب اكتوبر المجيدة داخليا وخارجيا. هو ممكن السؤال يجي داخلي بس او خارجي بس. استعدت مصر لحرب اكتوبر داخليا، هي 1 اصدار الدستور الدائم للبلاد، 2 تدريب وتسليح الجيش المصري، 3 القضاء على مراكز القوة، وده كان الاستعداد الداخلي. طيب خارجيا، تصفية الخلافات العربية للاستفادة من الطاقات والموارد العربية أثناء الحرب، وده حصل. حصل، وهنشوف الدور العربي في حرب أكتوبر 73 وممكن السؤال يجي لنا ازاي. ده بالنسبة لمرحلة الاستعداد. يبقى السؤال ممكن يجي يقول لحضرتك برهن تاريخيا على صحة العبارة استعدت مصر داخليا وخارجيا لحرب أكتوبر، أو كانت مصر على أتم استعداد لخوض حرب أكتوبر. كانت مصر على أتم استعداد لخوض حرب أكتوبر دي، يبقى أنا عايزة الاتجاهين الداخلي والخارجي، لأن هو ما ميزليش بين الاثنين. قال لك كانت مصر مستعدة بشكل عام، يبقى هنا برضو لازم أكتب داخليا وخارجيا. ده بالنسبة لحرب أكتوبر 73. الحرب كانت زي ما شفنا على جبهتين، الجبهة المصرية عبرنا خط اسمه خط بارليف، الجبهة السورية وكان فيها تنسيق عن طريق المشير أحمد إسماعيل بين نسق في العلاقات بين الجبهة الداخلية والجبهة في مصر والجبهة في سوريا، وكانت عبور قوات السورية خط ألوان أو خط ألون. ضربت الضربة الجوية الأولى كانت لمصر وسوريا في نفس الوقت. الضربة الجوية الأولى كانت بقيادة قائد سلاح الطيران في الوقت ده الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكان في الوقت ده رئيس قائد للقوات الجوية، وعبرت قواتنا المسلحة خط بارليف، وبعدين استخدمنا المدافع واستخدمنا قواتنا البحرية علشان نعبر الضفة الشرقية لقناة السويس، وفعلا رفع العلم المصري على سيناء في ذلك الوقت. نفس الكلام رفع العلم السوري على هضبة الجولان بعد عبورهم خط ألوان. طيب ده بالنسبة للجزء بتاع الجزء مصر والجبهة السورية. عندنا شخصيات بقى تاريخية في الجزء ده، أنا عارفة أن عندكم مشكلة شوية في مين الشخصيات البارزة في حرب أكتوبر. احنا عندنا 3 شخصيات، عندنا المشير أحمد إسماعيل، عندنا الفريق سعد الدين الشاذلي، عندنا الفريق محمد عبد الغني الجمسي. طيب المشير أحمد إسماعيل هو اللي تولى القيادة الموحدة للقوات المصرية والسورية، هو اللي نسق العلاقات، يعني هو كان قائد للقوات المسلحة المصرية والسورية في هذا الوقت. عندنا بعد كده الفريق سعد الدين الشاذلي، هو قبل ما نروح لسعد الدين الشاذلي نتكلم عن انه اللي أخذ نجمة سيناء هو المشير أحمد إسماعيل. ناخد بالنا برضو لأنه ممكن يجي يقول لك من الذي حصل على نجمة سيناء، يبقى نجمة سيناء مرتبط بالمشير أحمد إسماعيل. سعد الدين الشاذلي هو اللي بدأ يفكر في ازاي هنعبر او ازاي هنعبر خط بارليف، هو حط خطة العبور واخد قلادة النيل. بعد كده الفريق محمد عبد الغني الجمسي هو اللي بدأ ينسق ويشوف انسب الاوقات لعبور وعبور قواتنا في 73. ده بالنسبة لـ3 شخصيات اللي ممكن نتسأل عليهم في حرب اكتوبر. ممكن نتسأل سؤال بقى على ما نتائج او ايه الدروس المستفادة من حرب اكتوبر، او ايه اللي انا كوطن عربي استفدته من حرب اكتوبر. احنا عندنا نتائج لحرب اكتوبر، دروس مستفادة لحرب اكتوبر. النتائج ان هي انهت حالة اللا حرب ولا سلم. ممكن كمان حالة اللا حرب ولا سلم دي تجينا في سؤال منفصل، هي اي مرحلة عاشتها مصر في اللا حرب ولا سلم؟ ممكن مثلا يجي يقول لي 56، 67 لحد 70، ولا من 73 لحد 89 وهكذا. المقصود هنا فترة اللا حرب ولا سلم هي فترة حرب الاستنزاف، هي اللي احنا لا بنحارب اسرائيل بشكل مباشر ولا احنا في معاها في سلام بشكل مباشر. فانهاء حالة الحرب ولا سلم دي المقصود بيها حرب الاستنزاف. طيب ادركت اسرائيل انها لا تكون القوة الاولى في الشرق الاوسط، و افقدت طبعا عقيدتها اللي بتقول انها جيش الله الذي لا يقهر او الجيش الذي لا يقهر. حددت علاقتها بكتير من دول العالم المحب للسلام. كمان من نتائج
الحرب العظيمة ان احنا هنسترد بعد كده سيناء. طيب خلينا نروح لنقطة برضو مهمة جدا، وهي ازاي مصر بدأت تحل النزاع العربي الإسرائيلي حلا جذريا. تعالوا بقى كده معايا نرتب الأحداث التاريخية في حل النزاع العربي الإسرائيلي. نروح للداتا، نروح هنا بقى عشان نظبط الورق بتاعنا كده. تمام، أنا عندي عام 1977 و1978 1979 1982 1988 1989 1991 1993 خطوات حل النزاع العربي الإسرائيلي. 77 زيارة السادات لإسرائيل، أعلن الرئيس الراحل محمد أنور السادات إنه مستعد أن يذهب إلى إسرائيل لحل النزاع العربي الإسرائيلي. الزيارة دي مهدت ل 78. 78 هو كامب ديفيد الذي وضع إطار عام للسلام. كامب ديفيد كان برعاية أمريكية، لأن الرئيس المصري محمد أنور السادات والرئيس جيمي كارتر، بطبعا تعاون جيمي كارتر مع الرئيس محمد أنور السادات ومناحم بيجن رئيس وزراء إسرائيل، وضعت إطار عام للسلام في 78 في كامب ديفيد بالولايات المتحدة الأمريكية. في ضوء كامب ديفيد تم الاتفاق على معاهدة السلام، المعاهدة التي نصت على إعادة إسرائيل أو انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية اللي احتلتها في 67، وضع قوات طوارئ دولية بين البلدين، تطبيق إسرائيل لقرار مجلس الأمن رقم 242 لسنة 67، ما نسيناش في معاهدة السلام إن احنا نعمل مناطق في فلسطين حكم ذاتي زي الضفة الغربية وزي قطاع غزة، ما نسيناش أبدا حرية الملاحة في الممرات الدولية ولا احترام سيادة كل دولة على أرضها. في 79 كانت معاهدة السلام. 82 استردت مصر سيناء ما عدا طابة، وهنا في سؤال ممكن يجينا صح وغلط. ناخد بالنا ان اللي رفع العلم المصري على سيناء في 25 ابريل 82 هو الرئيس محمد حسني مبارك، لانه الرئيس السادات توفي 81، فممكن يجي يقول لك صح وغلط في الجزء ده. رفع العلم المصري على سيناء في عهد الرئيس السادات، طبعا العباره خطا لانه السادات توفي عام 1000 او استشهد عام 1981. طيب انا عندي كمان 1988 وهو دور محكمه العدل الدوليه تجاه القضيه المصريه اللي ادتنا حكم باحقيه مصر لطابه، يبقى 88 ده حكم محكمه العدل الدوليه. 89 رفع العلم المصري على طابه. طيب 91 مصر شاركت بفاعلية في مؤتمر مدريد للسلام. مؤتمر مدريد للسلام اللي كان بيرعى الأرض مقابل السلام. 93 اتفاقية أوسلو اللي كانت في واشنطن اللي أعطت الشعب الفلسطيني حقوقه في بعض النقاط. ده بالنسبة لحل النزاع العربي الإسرائيلي الذي كان بدور كبير من الحكومة المصرية. هنا ممكن يجينا سؤال ويقول لك ما رأيك في السلام القائم على العدل؟ السلام القائم على العدل هو السلام الذي انتهجته مصر من عام 1977، وهي أن بادرت بزيارة إسرائيل لحل النزاع العربي الإسرائيلي حلا جذريا. والذي استفادت مصر من ثمار هذا السلام، ونكتب بقى لو أنتوا فاكرين إن أهمية السلام بالنسبة لمصر، ان مصر ما بقاش في عندي استنزاف للطاقات البشريه والاقتصاديه، كمان بقى عندي استثمارات اجنبيه، كمان عندي تشجيع للسياحه. يبقى انا هنا بربط اهميه السلام بدور مصر في نشر السلام في العالم. دي نقطه مهمه جدا. ده كان بالنسبه للجزء بتاع الصراع العربي الاسرائيلي. عندنا ثورتين خاضتهم مصر، ثورة 25 يناير و30/6 عام 2013، والثورتين قاموا بدور كبير في بعض تحقيق بعض مطالب الشعب المصري.
احنا عارفين ان ثورة 25 يناير قام بيها الشباب، شارك فيها الشعب، سندها الجيش. ممكن يجي لنا سؤال بين اوجه التشابه والاختلاف بين ثورة 23 يوليو وثورة 25 يناير، وانا نبهت السؤال ده المرة اللي فاتت بس هقوله في عجلة سريعة. ثورة 25 يناير ثورة قام بيها الشعب، الشباب شارك فيها الشعب، سندها الجيش. ثورة 23 يوليو قام بيها الجيش، سندها وشارك فيها الشعب. وجه التشابه بين الاثنين هو تقريبا واحد، سوء الاوضاع السياسيه، سوء الاوضاع الاقتصاديه، عدم وجود حياه ديمقراطيه. الاثنين ما كانش فيهم الثلاث اسباب دول، عشان كده قامت الثوره. استمرت ثوره 25 يناير كام يوم؟ استمرت 18 يوم، رقم مهم جدا. لم تكن ثوره 25 يناير وليده هذا التاريخ، فقد سبقتها الكثير من الحركات التحرر وحركات الاحتجاجيه والوقفات الاحتجاجيه. ثوره 25 يناير ثوره تكنولوجيه، حيث شارك فيها الشباب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. دي كلها اسئله ممكن تجن على ثوره 25 يناير. مين اللي تولى حكم البلاد عقب تنحي الرئيس محمد حسني مبارك؟ اللي تولى حكم البلاد هو القائد الاعلى للقوات المسلحه، او تم تشكيل القائد العام للقوات المسلحه. لم تلبي احتياجات ثورة 25 يناير أمال الشعب المصري بعد تولي محمد مرسي زعيم رئيس حزب الحرية والعدالة بعد الانتخابات اللي أجريت في 2012. عشان كده قامت ثورة 30/6 في 2013 اللي بدأت يقف فيها الجيش في ظهر الشعب المصري. لما قلنا إن ما رأيك في دور الجيش المصري في ثورة 30/6، أثبتت الأحداث التاريخية أن الجيش المصري هو الضامن لثورات المصريين، ومنع مصر في الانزلاق لنفق مظلم. عشان كده أصدر بيانه اللي قال فيه على الرئاسة إقامة انتخابات مبكرة، وعلى المعارضة الجلوس مع الرئاسة. الاثنين رفضوا فقامت الثورة، فتم عزل محمد مرسي وتولى المستشار عدلي منصور رئاسة البلاد بشكل مؤقت لحين إصدار دستور 2014. 2014 أجريت وراء انتخابات فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة مصر في 2014. ده بالنسبة لثورتين 25 يناير و30 ستة. في سؤال مهم قوي يمكن انا عرضته واحنا بنشرح الجزئية دي، وكان خاص بالدساتير المصرية. احنا عندنا في دستور 2014، في دستور 56، في دستور 23، في دستور 71. الاربع دساتير المصرية كان ليهم علاقة بالحياة النيابية في مصر. كل دستور من ده قال ايه المرتبط بالحياة النيابية. يعني دستور 23 قال ان الحياة النيابية هتكون في ايد مجلس اسمه مجلس النواب ومجلس الشيوخ. دستور 56 قال ان الحياة النيابية هتكون في ايد مجلس الامة. دستور 71 قال ان الحياة النيابية هتكون في ايد مجلس النواب، سوري انا اسفة، مجلس الشعب. دستور 2014 قال ان الحياة النيابية هتكون في ايد مجلس النواب. يبقى ناخد بالنا بقى، 71 مجلس شعب، 2014 مجلس نواب، 56 مجلس أمة، 23 مجلس نواب ومجلس شيوخ. وده سؤال ممكن يجي لنا في الامتحان بشكل غير مباشر، وهو أن نص الدستور 23 على أن تكون الحياة النيابية في مصر في إيد مجلسي، نقط ونقط، مجلس النواب ومجلس الشيوخ زي ما احنا اتفقنا. ده بالنسبة للدساتير. نراجع كده بقى مراجعة سريعة على الوحدة الرابعة بشكل في تفاصيل اكتر. في عهد محمد علي الحياه النيابيه كانت في ايد المجلس العالي ومجلس المشوره، ودي كانت حياه نيابيه سوريه. في عهد الرئيس في عهد الخديوي اسماعيل كان عندي مجلس شورى نواب. بعد كده جه الاحتلال لغى مجلس شورى نواب وعمل جمعيات تشريعيه وجمعيه عموميه ومجلس، بعد كده مجالس النواب ومجالس الشيوخ، مجلس امه زي ما احنا اتفقنا كده لحد ما وصلنا لمجلس النواب. في سؤال مهم جدا ممكن يجينا برضو على الجزئية دي. ظهرت الحياة النيابية في مصر بشكل كامل في عهد الاحتلال، في عهد محمد علي، في عهد الخديوي إسماعيل، في عهد ثورة 23 يوليو. هنا هختار عهد ثورة 23 يوليو لأنها التي أعطت المرأة حق الترشح والانتخاب لمجلس الأمة، فبالتالي المرأة بقى ليها دور كبير جدا في هذه الأحداث. الحياة الحزبية مش معانا زي ما متفقين، لكن عندنا
دور المرأة ومنظمات العمل المدني أو منظمات المجتمع المدني. سؤال مهم جدا ممكن يجي يقول لك برهن، كان للمرأة دور كبير في الحياة الاجتماعية في المجتمع المصري. يبقى أنا هنا بفكر المرأة من إمتى وهي بتنتهج العمل الاجتماعي والعمل العام؟ المرأة بدأت في العمل الاجتماعي والعمل العام منذ أن التحقت بالمدارس في عهد الخديوي إسماعيل بعد أن أشار عليه رفاعي رفع الطهطاوي بتأسيس مدرسة الثانوية لتعليم البنات في 73 1873. بعد كده السيدة جميلة حافظ التي أقرت مجلة الريحانة اللي كانت بتتكلم باسم المرأة. بعد كده التحقت المرأة بالعمل السياسي عن طريق السيدة هدى شعراوي التي شاركت في جمعية أو لجنة الوفد اللي سافرت وعرضت قضية مصر. المرأة شاركت في التعليم الجامعي لما بقى ليها حق الالتحاق بالجامعة المصرية عام 1928. مش بس كده، المرأة المصرية أصبح لها حق الترشح والانتخاب لمجلس الأمة في عام 1956. السيدة حكمة أبو زيد أول وزيرة لشؤون الاجتماعية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لأنها كان في 62، ف62 يبقى الرئيس جمال عبد الناصر. السيدة عائشة راتب وزيرة للشؤون الاجتماعية في عهد حكومة أو في عهد الرئيس السادات في بعد كده في السبعينيات. بعد كده عندنا المرأة المصرية تقلدت الكثير من المناصب زي رئيسة اللجنة التشريعية في مجلس الشعب السيدة أمال عثمان. كل ده كان دور للمرأة المصرية في كل العصور. دلوقتي في المجلس الأعلى للمرأة أو في المجلس القومي للمرأة، وده بيقوم بدور كبير جدا في خدمة قضايا المرأة. ده بالنسبة لدور المرأة عبر الفترات اللي احنا درسناها في تاريخنا الحديث والمعاصر. عندنا كمان حاجة مهمة جدا وهو دور منظمات المجتمع المدني. برهن أن لمنظمات المجتمع المدني دور كبير في الحياة الاجتماعية. منظمات المجتمع المدني كان ليها دور كبير جدا في دعم الوحدة الوطنية، المشاركة السياسية، التوعية ببعض قضايا الألغام والإرهاب ونبذ العنف. ده بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني. نروح للمنظمات الدولية والإقليمية ونشوف فاضلنا قد إيه. لا، معانا وقت شوية للتاريخ كمان. اخي هو ده اخر درس تاريخ هنراجعه كده في عجاله مع طبعا وضع الاسئله اللي احنا بنحطها في النص كده. المنظمات الدوليه والاقليميه في فرق بين المصطلحين، وممكن يجي في الامتحان يقول لك قارن بين المنظمه الاقليميه والمنظمه الدوليه. لو جينا بصينا كده يعني ايه منظمه دوليه ويعني ايه منظمه اقليميه وندي امثله لكل منهم. تعالوا كده نشوف على الشاشه عشان نظبط الورق لاولادنا. تمام كده، أنا عندي هنا المنظمة كده تمام الإقليمية. طبعا احنا في الامتحان بنسطر بمسطرة ونظبط ورقتنا. وبعد كده هنا المنظمة الدولية. الفرق بين الاتنين ان المنظمة الإقليمية بتجمع مجموعة من الدول المستقلة، تجمع دول مستقلة، ادي اول حاجة، تربطهم رابطة معينة. طب دي دول مستقلة بس لا، شايفين لا، تربطهم اي رابطة. طيب الامثلة، انا عندي امثلة المنظمات الاقليمية جامعة الدول العربي، عندي المؤتمر الإسلامي، عندي الاتحاد الإفريقي. منظمات الدولية عندي منظمتين، الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز. طيب هنقف بقى شوية هنا عشان نفسر الكلام ده تفسير واقعي. جامعة الدول العربية في بدايتها كانت 7 دول، مصر نادت بتأسيس هذه الجامعة مع سوريا ولبنان. نشأت جامعة الدول العربية لدعم التعاون الدولي بين مصر والدول العربية، بدأت ب7 دول ودلوقتي بقى 22 دولة بما فيهم فلسطين. جامعة الدول العربية ليها 3 أجهزة،
جامعة الدول العربية بيشارك فيها كل الدول العربية عشان يتعاونوا من أجل حماية واستقلال وتعزيز التعاون العربي في مختلف المجالات. ده بالنسبة لجامعة الدول العربية اللي مقرها طبعا القاهرة. المؤتمر الإسلامي، مصر شاركت في تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي، وشاركت مصر بفاعلية في جميع المؤتمرات الإسلامية خاصة مؤتمر 69 اللي كان في الرباط في المغرب. الاتحاد الإفريقي، مصر رأست الاتحاد الإفريقي مرتين. وهنا في سؤال، في طالبة سألتني عليه وقالت لي هي دلوقتي مصر بترأس فعلا الاتحاد الإفريقي للمرة الثالثة، طب لو جات لي في امتحان احنا ملتزمين بكتاب المدرسة. كتاب المدرسة قال إن مصر تولت رئاسة الاتحاد الإفريقي مرتين، يبقى احنا المرتين دول اللي احنا ملتزمين بيهم، الجديد ده ملحقش يتم ادراجه داخل كتاب المدرسه، فبالتالي المره الثالثه مش هنكتبها في الامتحان. احنا الاتحاد الافريقي مصر طبقا لكتاب المدرسه تم رئاسته مرتين، فاحنا ملتزمين باللي موجود زي ما قلت لكم داخل كتاب المدرسه. ده بالنسبه للمنظمات الاقليميه. المنظمات الدوليه، احنا قلنا ان هي منظمات دوليه بتجمع الدول المستقله التي لا تربطهم اي رابطه، زي الامم المتحده اللي ليها 6 اجهزه. أهم جهاز في الأمم المتحدة هو مجلس الأمن، وهنا ممكن يجي لنا سؤال، كان لمجلس الأمن دورا تجاه القضية المصرية في فترات تاريخية متلاحقة. مجلس الأمن أصدر قراره رقم 242 لسنة 67 اللي احنا لسه مش شارحينه. مجلس الأمن أصدر قراره رقم 338 لسنة 73. القرار بتاع 338 اللي قال وقف الحرب بين مصر وإسرائيل اعتبارا من تاريخ 22 اكتوبر 73. فيبقى هنا مجلس الامن في مصر ليه دور، الدور الاول في قرار، او دورين، الدور الاول في قرار 242، القرار الثاني قرار 338. عندي كمان من ضمن اجهزه مجلس الامن المهمه جدا في العمل الاجتماعي هي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يونسكو، يونيسيف، امومه وطفوله، فاو، منظمه الصحه العالميه، كل دي أجهزة مهمة جدا. مصر كان ليها أو الأمم المتحدة كان ليها دور كبير جدا في القضايا المصرية اجتماعيا واقتصاديا. أول ما أقول اجتماعيا واقتصاديا دي يبقى أنا أروح على اليونسكو، اليونيسيف، الفاو والصحة العالمية. ليه بقى؟ اليونسكو أنقذت معبد أبو سمبل من الغرق سنة 74 لما بنينا السد العالي. ساهمت في إنشاء مكتبة الإسكندرية أو في إحياء مكتبة الإسكندرية. ده دور اليونسكو المنظمة الدولية المسؤولة عن التربية والعلوم والثقافة. اليونسكو مقرها طبعا باريس في فرنسا، وناخد بالنا قوي المدن هي المقر بتاعها، هو عايز دولة ولا عايز مدينة. عندنا كمان اليونسكو، بعد اليونسكو في اليونيسيف والفاو، هي منظمة الأغذية والعلوم والأغذية والزراعة، ودي مقرها روما. عندي محكمة العدل الدولية اللي كان ليها دور في القضايا المصرية، مقرها لاهاي في هولندا. برضو عندنا منظمة الصحة العالمية اللي بتهتم بتوفير الصحة لكل بلدان العالم ومحاربة الأمراض وعقد برامج تدريبية وتوعية صحية. ده بالنسبة للدور الاقتصادي والاجتماعي. عندي كمان في مجلس الوصاية، ده من ضمن الأجهزة المختصة بالأمم المتحدة، هو مجلس بيتم وضعه على الدول اللي ما أخدتش أو لسه واخدة استقلال لحين النهوض بأحوالها. ده بالنسبة لإيه؟ عفوا، ده بالنسبه للامم المتحده طبعا اللي اتفقنا مقرها نيويورك في الولايات المتحده الامريكيه. وفي نقطه مهمه جدا ولادنا لازم ياخدوا بالهم منهم، في فرق كبير بين منظمه الامم المتحده ودوله الولايات المتحده الامريكيه. اللبس ده عند كتير من ولادنا، الامم المتحده دي منظمه دوليه، لكن الولايات المتحده الامريكيه دي دوله. ناخد بالنا قوي. حركة عدم الانحياز، مصر شاركت في تأسيس حركة عدم الانحياز في مؤتمر مهم جدا اسمه مؤتمر باندونج في اندونيسيا عام 1955. المؤتمر ده شاركت فيه مصر، الهند، يوغوسلافيا وبس. مصر، الهند، يوغوسلافيا. يبقى مين الثلاث دول اللي كانوا مشاركين في حركة عدم الانحياز عام 1955؟ مصر، الهند، يوغوسلافيا. الحركة دي معناها عدم الانضمام للكتلتين الشرقية او الغربية. ده كان بالنسبة لمنهج التاريخ. بيتهيألي احنا كده حطينا كل الأسئلة اللي ممكن نتعرض ليها بشكل غير مباشر في منهجنا. نعمل ايه بعد ما خلصنا التاريخ؟ احنا هنرجع جغرافيا، بس الفكرة هنا فكرة احنا هنعمل ايه بعد ما عملنا كل ده واستعرضنا المنهج بالشكل العرضي ده.
المفروض ان احنا بعد الحلقه خلاص هنحل امتحانات، فناخد بالنا بقى ان احنا مش هنرجع نذاكر من الكتاب تاني، خلاص اللي احنا عملناه النهارده ده كان يكفي جدا. بعد ما عملنا كده تعالوا نشوف الاسئله اللي احنا ممكن نتعرض ليها في الجغرافيا. وبما ان احنا النهارده بنراجع القاهره والجيزه علشان خاطر بكره امتحان القاهره والجيزه وبعض المحافظات اللي هتدرس الهند، فممكن يجي لنا سؤال مهارات تفكير عليا على الهند، وهو استطاعت الهند مواجهه المشكله السكانيه؟ دلل جغرافيا. اول ما يجي يقول لي ازاي استطاعت الهند مواجهه المشكله السكانيه، افتكر حاجتين. افتكر ان انا عندي مشروعات للتنميه، اهتمت الهند بالتعليم فبالتالي بدا يبقى في عندها طفره في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وعلى اثره تطورت الهند اقتصاديا واجتماعيا. السؤال ده ممكن يربطه لنا بمصر. دلل مع اقتراحات لعلاج مصر لمشكلتها السكانيه. يبقى انا هتعلم برضو من الهند واقول ان الهند عالجت المشكله السكانيه باتباع اساليب تنمويه عن طريق الاهتمام بالتعليم، تطوير البحث العلمي زي ما احنا شايفين كده قدامنا على الشاشه. وده ادى الى تطور الزراعه والصناعه. السؤال ده هخرج منه بسؤالين. السؤال الاولاني اللي هو زي ما انتم شايفينه كده بشكل مباشر، استطاعت الهند مواجهه المشكله السكانيه، دلل. هنقول اتبعت اساليب تنمويه، اهتمت بالتعليم، البحث العلمي وما الى ذلك. طب هو ممكن يجي لي السؤال ده بشكل تاني اقول لك ما النتائج المترتبه على اهتمام الهند بالتعليم وتطوير البحث العلمي؟ على طول اقول ادى الى تطور الزراعه والصناعه ومواجهه المشكله السكانيه. يبقى ناخد بالنا قوي من الجزئيه دي. السؤال التالي بيقول احنا مش عندنا في القاهره والجيزه المانيا، بس احنا حاطين السؤال ده ممكن تكون في محافظات لسه ما امتحنتش، فممكن يجي لها سؤال زي ده. انكماش مساحه الحشائش بالسهول الساحليه في دوله المانيا بسبب احلال الزراعه والتوسع العمراني. باكد السؤال ده مش مقرر على القاهره والجيزه اللي هتمتحن بكره. ارتفاع الكثافه السكانيه في نيجيريا بالغرب والسهول الشماليه وهضبه جوز. السؤال ده 3 في 1، يعني ايه 3 في 1؟ يعني هنتجاوب بثلاث مناطق. هو عايز الغرب والسهول الشماليه وهضبه جوز. يرجع ارتفاع الكثافه السكانيه في الغرب بسبب وجود الاراضي الخصبه، في السهول الشماليه عشان في مراعي، في هضبه جوز بسبب وجود مناطق التعدين. ناخد بالنا ان السؤال ممكن يجي لنا بشكل منفرد. ليه الكثافه مرتفعه في الغرب بس؟ يبقى انا هنا هكتب اراضي زراعيه. السهول الشماليه يبقى وجود المراعي. هضبه جوز يبقى مناطق التعدين. السؤال بعد كده بيقول، السؤال برده مش مقرر على القاهره والجيزه، بس احنا هنقوله لان في ناس بتسمعنا مش من محافظات القاهره والجيزه. امتلاك البرازيل ثروه حيوانيه كبيره، احنا قلنا اي ثروه حيوانيه مرتبطه بوجود المراعي. يبقى بسبب وفره المراعي الغنيه الموجوده في شمال هضبه البرازيل. طيب انا ممكن اشيل البرازيل واحط استراليا واقول ان استراليا عندها اغنام، هنقول برضو بسبب وفره المراعي الغنيه. يقل عدد السكان في ولايه الاسكا، طبعا السؤال مقرر علينا في القاهره والجيزه لان احنا عندنا الولايات المتحده الامريكيه، الاسكا بسبب برودة الجو. السؤال بعد كده بيقول بما تفسر تعد الولايات المتحدة الأمريكية القوة الصناعية الأولى في العالم. الولايات المتحدة الأمريكية زي ما انتم شايفين قدامكم كده عندها كل مقومات الصناعة. عندها ارتفاع عالمي في عدة مجالات صناعية زي السيارات، صناعة السيارات، الصلب، الألمونيوم، سفن الفضاء، الأقمار الصناعية والإلكترونيات. كل دي صناعات بتزود الإنتاج القومي لدى دولة الولايات المتحدة الأمريكية. السؤال بعد كده بيقول احنا قلنا يقل عدد السكان وقلنا بسبب برودة الجو. لجوء الهند للطاقة النووية والكهربائية، وده سؤال مهم جدا. هي ليه الهند لجأت للطاقة النووية والكهربائية؟ طبعا ده لافتقارها للبترول. والسؤال ده ممكن يجينا صح وغلط. احنا عارفين ان في علاقات قويه جدا بين مصر والهند، مصر ونيجيريا، مصر والولايات المتحده الامريكيه. مصر بتصدر كتير من السلع وبتستورد. ممكن بقى في الجزء بتاع الهند والبترول ده يجي يلخبطنا في حاجه، يقول لك تصدر الهند لمصر البترول، صح وغلط. طب هو اصلا الهند ما عندهاش بترول، ده هي فقيره جدا في انتاج الطاقه من البترول، فعشان كده بتلجأ الى توليد الطاقه النوويه الكهربائيه. يبقى طبعا العبارة غلط لأن الهند تفتقر للبترول ومصادر الطاقة.
البرازيل برضو مش زي ما قلت لكم كده مش مقرره القاهره والجيزه، بس احنا برضو حاطين السؤال. البرازيل من الدول اللي بتعاني من قله السكان برغم ان عددهم 203 مليون، مساحتها كبيره وعندها مناطق شبه خاليه زي سهول نهر الامازون. في سؤال بقى، يعني انا عايزه نروح على الخريطه كده ممكن يجي لنا في الامتحان. تعالوا كده يا شباب، سؤال بالنسبه لمناطق انتشار المراعي. انا عارفه ان انتوا حافظين خلاص المقارنه بين الراعي البدائي والراعي التجاري عشان هو السؤال اللي كان هيتعرض على الشاشه ده خاص بالاثنين دول، بس هو ممكن يجي لنا سؤال على خريطه العالم بكره او خريطه احد القارات فيها مناطق للراعي بدائي وراعي تجاري، والمطلوب مني انا كطالب ان انا احدد المنطقه اللي محددها لي على الخريطه دي راعي من نوع ايه، هل هو راعي بدائي ولا هو راعي تجاري. خلينا متفقين ان مناطق الرعي البدائي دايما مناطق صحراء، فهنلاقيها يا اما في صحاري حارة يا اما صحاري معتدلة يا اما صحاري باردة. طب تعالوا كده على الخريطة، لو جه حدد لي المنطقة دي كده، عايزين قلم لونه اصفر كده عشان يبقى، لا هو ده مش اصفر الحقيقة، لو جه حدد المنطقة دي كده وقال لك مراعي من النوع نقط او نوع الرعي السائد، طبعا ده على طول رعي بدائي. طيب في الجزء ده، ده برضو بالجزء بتاع شبه الجزيرة العربية رعي بدائي. طيب الجزء الشمالي من اوروبا وشمال اسيا يبقى ده رعي برضو من النوع البدائي، لانه هنا في حيوان اسمه حيوان الرنة بيتم رعايته بشكل بدائي جدا، يبقى المناطق دي مناطق رعي بدائي. طيب لو رحت بقى وانتقلت على مناطق حشائش السافانا والاستيبس، لو رحت عند مناطق حشائش السافانا والاستيبس في المناطق اللي زي الولايات المتحدة الأمريكية يبقى ده رعي تجاري. في أمريكا الجنوبية رعي تجاري، في أستراليا كل ده تجاري، يبقى ناخد بالنا قوي من مناطق المراعي. طيب ممكن يجي لنا سؤال مناطق الزراعة السائدة، لو جه هنا وعلم كده وقال لي نوع الزراعة السائدة ده منطقة استوائية يبقى دي زراعة بدائية بسيطة. طيب لو راح عند أحواض الأنهار، يعني جه عند حوض نهر النيل كده وحدد وقال لك نوع الزراعة السائدة دي زراعة كثيفة. طيب طلع عند سواحل أمريكا الجنوبية هتبقى برضو زراعة كثيفة لأن في عندي هنا نهر ساو فرانسيسكو، يبقى ناخد بالنا لأن هو ممكن يشتغل معايا في الجزء ده. طيب هنا الزراعة وسط وغرب أوروبا، طبعا الزراعة في وسط وغرب أوروبا مستحيل تبقى زراعة بدائية ولا زراعة كثيفة، دي زراعة تجارية علمية. نفس الكلام بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية من الزراعة اللي بنسميها الزراعة التجارية العلمية في الجزء ده كله بما فيها طبعا حوض نهر المسيسيبي. دي الأماكن اللي ممكن تجينا فيها أسئلة على أنواع الزراعة أو أنواع المناطق اللي فيها مراعي. طيب أنا عندي سؤال هنا في المراعي، لما يجي يسألنا ويقولك بدأ أعداد البدو في التناقص في شبه الجزيرة العربية، شبه الجزيرة العربية يبقى تدفق بترول، طب بداية الشام يبقى انتشار تعليم، ممكن ده سؤال يجينا في الامتحان؟ طبعا سؤال وارد جدا. كمان نبهنا معاكم في كذا مرة انه انا عندي ارتباط وسيط جدا بين المراعي وبين الاغنام وبين انتاج الاصواف، وقلنا ان العلاقة تبادلية، عندي مراعي طبيعية يبقى عندي تربية اغنام، عندي تربية اغنام يبقى عندي انتاج اصواف، وده بيظهر في ثلاث قارة، في القارة اللي اسمها استراليا عشان عندها اجود انواع الاغنام اللي اسمها اغنام المورينو، وعندي كمان في الصين لان اعداد الاغنام عندها كبيره جدا، فبالتالي انا عندي
اول دولة بتربي اغنام هي الصين، اول دولة بتنتج اصواف هي استراليا عشان عندها اغنام المارينو. ده بالنسبة للجزء بتاع المراعي والمناطق اللي فيها رعي. من كام يوم كده حاولت ارفع لكم بعض الاسئلة اللي ممكن تيجي في شكل المقترحات او دروس مستفادة او ما رأيك. تعالوا دلوقتي نشوفها مع بعض ونحلها بشكل فيه تفكير او فيه مهارات تفكير عالية. السؤال الاول بيقول: ما مقترحاتك للحد من استيراد مصر المحاصيل الزراعية؟ ايه مقترحاتك عشان احد من استيراد المحاصيل الزراعية؟ انا عندي مصر مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع، ممكن اعتمد على استصلاح اراضي زراعية جديدة. دي اول نقطة. تاني نقطة: اقامة مشروعات للري في المناطق الصحراوية. يبقى انا عندي كده نقطتين: اقامة مشروعات للري واستصلاح اراضي زراعية في مناطق صحراوية. ده كله هيخليني ازرع المناطق دي بشكل كبير وواسع، فبالتالي هتتحول مصر من دولة بتستورد المحاصيل الزراعية الى دولة مصدرة للمحاصيل الزراعية. السؤال اللي بعده بيقول: ما رأي ايه هي مقترحاتك لزيادة الانتاج الحيواني في مصر؟ انا عشان ازود الانتاج الحيواني في مصر لازم اعمل ايه؟ لازم اهتم بتربية الحيوانات على احدث الاساليب العلمية الحديثة. ادي نقطة. النقطة التانية: استحداث سلالات جديدة، يعني اجيب سلالة من بره وابدأ اعمل لها استحداث. الاهتمام بالرعاية البيطرية. يبقى دي ثلاث نقط ممكن اهتم بيهم بالانتاج الحيوي. السؤال بعد كده بيقول: ايه هي مقترحاتك لترشيد استهلاك الطاقة الغير متجددة؟ السؤال على الشاشة، على الداتا. ايه هي مقترحاتك لترشيد استهلاك الطاقة الغير متجددة؟ انا مش عايز استهلك طاقة غير متجددة، يبقى الاتجاه الى مصادر الطاقة المتجددة زي توليد الطاقة الكهربائية من الرياح، توليد الطاقة النووية، وعندنا في مصر محطة اسمها محطة الضبعة لتوليد الطاقة النووية. كمان عندنا محطات للطاقة الشمسية. يبقى استبدال الطاقة الغير متجددة بطاقة متجددة زي الشمس والرياح وطاقة الأمواج. إيه هي مقترحاتك عشان تتحول مصر من دولة نامية إلى دولة متقدمة؟ شايفين الكلام اللي إحنا قلناه بقى فوق ده كله؟ هنكتبه تحت. توسع في المحاصيل، توسع في الانتاج الحيواني، استخدام مصادر طاقة متجددة، اهتمام بالصناعة والتصنيع. دي كلها اسئلة ممكن تتسألوها في ما مقترحاتك. طيب السؤال بعد كده بيقول: ايه العلاقة؟ ما العلاقة بين زيادة الطلب على البترول وارتفاع اسعاره؟ اتفقنا ان كلما زاد الطلب على البترول كلما ارتفعت اسعاره، وكلما قل الطلب على البترول كلما انخفضت اسعاره. ايه العلاقة بين الرياح والكهرباء؟ الرياح تستغل في توليد الطاقة الكهربائية. ايه العلاقة بين البترول والغاز؟ الاتنين بيشكلوا في الطبيعة 55% من الطاقة المستهلكة في العالم. البترول والغاز هم عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ينابيع المياه والسياحة في ألمانيا، الاتنين ينابيع المياه بتستغل كمناطق سياحية في ألمانيا. سهول نهر الأمازون وقلة عدد السكان، طبعا دي سهول استوائية فبيقل فيها عدد السكان نظرا لانتشار الغابات الاستوائية. المطاط والغابات الاستوائية، يستخرج المطاط من الغابات الاستوائية، وطبعا احنا اول دولة عندنا بتنتج مطاط هي تايلاند. الفحم والصناعة، الفحم كان عصب الصناعة في القرن 18 و19 واستمر لحد القرن 20. ضحالة المياه ولصيد الأسماك، ضحالة المياه هي عنصر من العناصر المهمة أو عوامل مهمة لتطور حرفة صيد الأسماك. البوكسايت والألومنيوم، البوكسايت هو الخام الأساسي في صناعة الألومنيوم. كلما توفرت الطاقة الكهربائية وكلما توفرت الخبرة الفنية والأسواق الداخلية والخارجية كلما كانت لدينا صناعة ألومنيوم. وطبعا عارفين أن أول دولة بتنتج بوكسايت هي أستراليا. أول دولة بتحول البوكسايت لألومنيوم هي الولايات المتحدة الأمريكية. إيه رأيك في العلاقات المصرية الأمريكية؟ إحنا بنلتزم بكتاب المدرسة وهي علاقات قوية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي والعسكري. في بيننا اتفاقيات تجارية زي اتفاقية التجارة الحرة، وفي بيننا علاقات زي مصر بتستورد من أمريكا. استخدام الدول الصناعية لمصادر الطاقة، الدول الصناعية بتستهلك أكثر من 85% من المعادن ومصادر الطاقة المستهلكة في العالم، فبالتالي كلما زادت الدولة
في التطور الصناعي كل ما زاد استهلاكها لمصادر الطاقة. ايه رأيك في مشروع مصر لاستصلاح 1.5 مليون فدان؟ ده طبعا مشروع عظيم بتقوم به الدولة دلوقتي من أجل زيادة المحاصيل الغذائية والحد من استيراد المحاصيل من الخارج. ايه رأيك في تصدير الدول النامية للمواد الخام؟ الدول النامية بتصدر المواد الخام في صورتها الأولية، فبالتالي بيحصل ضعف في اقتصاد هذه الدولة. على الدول النامية تصنيع المواد الخام بدلا من تصديرها. ده كان بالنسبة سؤال ما رأيك. عايزة اروح معاكم بقى لسؤال كده على الخريطة، ممكن يجينا في شكل الامتحان. احنا اتفقنا انه يا اما يجي خريطة العالم ويوضح لي عليها بعض اماكن لمثلا الانتاج او بعض الدول اللي احنا درسناها، او يجي لنا خريطة بشكل منفصل للهند او نيجيريا او الولايات المتحدة الامريكية. تعالوا نروح لخريطة العالم الاول ونتدرب بشكل كبير عليها ونشوف ممكن الاسئلة اللي تجينا عليها في صورة ايه. ممكن يجي في خريطة العالم، نحاول نظبطها مع الولاد شوية هنا. مظبوطة كده؟ تمام. أمامك خريطة صماء للعالم، وضح مدلول الأرقام اللي عليها. بصوا بقى، هو ممكن يجي هنا ويحط لنا 1 دولة، 2 دولة، 3 دولة. طيب إيه ده؟ هو ممكن يسألني بالشكل ده؟ طبعا. 1 دي طبعا هتبقى دولة نيجيريا، 2 دولة الهند، 3 الولايات المتحدة الأمريكية. طيب ممكن يسألني على أماكن داخل هذه الدولة، أو ممكن يجي هنا يحط لي جبال. هنا طبعا جبال الأبلاش. طيب جبال رقم 5، الأبلاش دي كانت 4، 5 تبقى جبال روكي. طيب ممكن عند نيجيريا يحط لي هنا ويكتب لي 6 خليج. 6 الخليج ده اسمه خليج غينيا، ولو 6 دي قال لي محيط يبقى المحيط الأطلنطي. طيب يجي هنا عند الهند ويحط 7 8، 7 خليج البنغال، 8 البحر العربي، 9 المحيط الهندي. ممكن يسألني في الهند على ساحل ويجيب لي كده، يحط لي خط كده ويقول لي جبال. مادام في شرق الهند تبقى جبال الغات الشرقية، راح عند الغرب تبقى جبال الغات الغربية. طيب عند 2 وحط لي هضبة، تبقى دي هضبة الدكن. طيب طلع فوق شوية وقال لي جبال، يبقى طبعا دي جبال الهيمالايا. ده بالنسبة لو سألني على خريطة العالم وحب يوضح بعض الظاهرات التضاريسية أو الموقع بالنسبة لهذه الدولة. ممكن يجي هنا ويقول لي أولى دول العالم إنتاجا للقمح أو للقطن أو تربية للأغنام أو إنتاج الشاي، يبقى رقم 10 دي الصين. وناخد بالنا وبقرر مرة واثنين وثلاثة لحد الصبح، لحد ما تمسك ورقة امتحانك. هو طالب منك قارة ولا دولة؟ تمسك كده ورقة الامتحان، انت قارة ولا دولة؟ عايز مني ايه؟ عشان في كتير من ولادنا يقولك اولى دول العالم انتاجا للقطن اسيا. طب هو طالب ايه؟ هو طالب قارة ولا طالب دولة؟ ناخد بالنا قوي يا ولاد، لانه دي كتير من الولاد حرام من التسرع بيغلطوا فيها. فنركز ونقرا السؤال صح. اولى دول العالم انتاج للقطن، القمح، الشاي، يبقى الصين. طب لو قالي اولى قارات العالم في انتاج القطن او اولى قارات العالم في انتاج القمح، يبقى دي على طول بدل قاره تبقى اسيا. طب ممكن يسالني بسؤال غير مباشر، ومش شرط يقول لك اولى او تاني او تالت، يقول لك اهم دول العالم انتاجا للقمح ويحط لي الرقم. احنا هنا وقفنا عند 10، هتحط لي 11، 11 جنب 3 كده بالظبط، يعني هو هينزل بقى مكان 3 شويه. دوله مهمه في انتاج القمح تبقى الولايات المتحده الامريكيه. طب لو قال لي قارة مهمة في إنتاج القمح تبقى أمريكا الشمالية. طيب ممكن يسألني بشكل تاني، يسألني على أقاليم صناعية. تعالوا بقى نحدد كده على الخريطة بعض الأقاليم الصناعية وهنميز.
هو عايز إقليم صناعي ولا مركز صناعي حديث؟ الإقليم الصناعي ده اللي هو اسمه إيه؟ من أقدم الأقاليم الصناعية في العالم، اسمه إقليم وسط وغرب أوروبا، هلاقيه متطرف قوي في أوروبا، لأن أنا عندي إقليم تاني يبدو في شكل مناطق متباعدة اسمه روسيا وأوكرانيا، عندي إقليم في شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية وده بنسميه أكبر الأقاليم الصناعية في العالم الجديد، ده إقليم شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية. في إقليم شرق آسيا اللي بيضم الصين، في إقليم بيضم كمان جزيرة هينشو اليابانية، في أقاليم صناعية حديثة في العالم زي شيلي، زي مصر، زي جنوب أفريقيا، كل دي أقاليم صناعية حديثة في العالم. طيب دي بالنسبة للأقاليم الصناعية، يبقى أنا هنا أركز هو طالب مني إقليم صناعي ولا مركز صناعي حديث. ممكن يسألني كمان على إنتاج المعادن في العالم، يجي هنا يحط لي كده يقول لي دولة بتنتج نحاس، يبقى على طول ما دام دي في أمريكا الجنوبية تبقى شيلي. طيب ممكن في أوروبا ويقول لي دولة منتجة للنحاس، أوروبا ودولة منتجة للنحاس يبقى بولندا على طول. طب دي ما قلناهاش، لا بس احنا أكدنا إنها موجودة داخل شكل بياني في كتاب المدرسة، إذن هي محل سؤال. طب ده بالنسبة للمعادن. قارتين عندهم إنتاج فحم بنسبة كبيرة، القارتين دول هو قارة آسيا وقارة أوروبا. دولة عربية بتصدر الحديد كمادة خام، دي طبعا دولة موريتانيا. دولة بتستورد الحديد وبتصنعه، شايفين الدولة الجزرية دي؟ بريطانيا. ممكن عند استراليا ويجي يقول لي مناطق تربية الأغنام، دي مناطق حشائش السافانا. ممكن يسألني في إفريقيا ويسأل على دوائر عرض وخطوط طول، أو بالأحرى دوائر عرض. طبعا احنا عارفين ان دي دائرة الاستواء اللي بتنصف قارة افريقيا وبتمر شمال قارة امريكا الجنوبية وجنوب قارة اسيا، مدار الجدي وده مدار السرطان، ودي الدائرة القطبية الشمالية والدائرة القطبية الجنوبية. ده كان بالنسبة لسؤال الخريطة اللي ممكن يجينا بالشكل ده في الامتحان. طيب هو ممكن يجينا سؤال على احد الدول بشكل منفصل؟ ممكن طبعا. تعالوا نروح لخريطة نيجيريا. زي ما احنا شايفين الخريطة اللي قدامنا دي او هنشوف دلوقتي هي خريطة نيجيريا، امامك خريطة صماء لدولة نيجيريا، وضح مدلول الارقام اللي عليها. استاذن حضراتكم نقطع على الخريطة، ظهرت كده يا شباب، هتظهر دلوقتي. نيجيريا من الدول اللي بتدرسها القاهرة والجيزة. نيجيريا زي ما انتم شفتوا هي واقعة في غرب افريقيا. نيجيريا من الدول النامية اللي بتعاني من مشكلات كبيرة جدا. لو احنا بصينا كده على الخريطة اللي قدامنا، استأذن حضراتكم بس في الاخراج بره يقطع على الخريطة اللي قدامي. نيجيريا فيها نهر واحد اسمه نهر النيجر، فيها هضبة اسمها هضبة جوز، في مرتفعات وموس بيحدها من الشمال دولة نيجر، من الغرب بنين، من الشرق تشاد والكاميرون. عايزين نجيب الخريطة لو سمحتوا بعد اذنكم، ممكن؟ طيب النهر اللي قدامنا، طب انا على بال ما يقطعوا، خلاص هم قطعوا علينا. النهر ده هو نهر النيجر، وده خليج غينيا اللي احنا قلنا جزء من المحيط الاطلنطي. هنا دولة تشاد وهنا الكاميرون. في دولة واحدة في الغرب هي دولة بنين، في دولة في الشمال وهي دولة النيجر، في هضبة في النص اسمها هضبة جوس، في مرتفعات في الجزء ده اسمها مرتفعات وموس، ناخد بالنا منها لانها موجودة في كتاب المدرسة. هنا في ساحل غينيا، على الساحل هنا في العاصمة القديمة اسمها لاجوس،
في هنا ابيديان وفي ابوك. دي اهم المظاهر اللي ممكن تجينا بالنسبه لخريطه نيجيريا. ممكن تجينا خريطه الولايات المتحده الامريكيه، وممكن تجينا خريطه زي ما قلت لكم كده الهند بشكل كبير جدا في الامتحان. احنا عرضنا في الحلقه الاولانيه الجزء بتاع نيجيريا والهند، بس انا حابه نعرض كده الولايات المتحده الامريكيه في اقل من نص دقيقه. انا عارفه ان ما عندناش وقت، بس الولايات المتحده الامريكيه من الحاجات المهمه جدا. تعالوا كده نقطع على الخريطه دي. هي دي طبعا هيقول لك امامك خريطه صماء لقاره امريكا الشماليه، وضح مدلول الارقام اللي عليها. يقول لك كده واحد دوله، اثنين ثلاثه جبال، اربعه ولايه، خمسه مدينه، سته برضو مدينه، سبعه ساحل، ثمانيه مسطح مائي، تسعه خليج، ممكن يجي لنا هنا عشره جبال، 11 نهر، 12 مدينة. لو جينا بكده بصينا على واحد، دي دولة كندا، اتنين دولة المكسيك، تلاتة جبال روكي. طب لو عايز كسكيت هيبقى كسكيت قريب شوية من الساحل. اربعة ولاية الاسكا، خمسة نيويورك، ستة واشنطن، هنا ممكن نحط 11، احنا حاطين 11. سبعة المحيط الأطلنطي، تمانية المحيط الهادي، تسعة خليج المكسيك، عشرة جبال الأبلاش، 11 نهر المسيسيبي، 12 ولاية أو مدينة شيكاغو. وممكن تجيلي بحيرة، لو هي عايز البحيرة يبقى دي بحيرة ميتشيجن. طيب ممكن يسألني كمان في جزئيا هنا في مدينة مهمة، أهم المواني على أو أكبر المواني على المحيط الهادي، يبقى دي سان فرانسيسكو. ده كان بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. رجعنا الهند في حلقة الجغرافيا، ممكن نرجع ليها في على اليوتيوب أو من خلال صفحة مدرسة على الهواء ابتدائي وإعدادي. أنا معاكم إن شاء الله لحد قبل الامتحان بخمس دقايق، يعني من ساعه ما تخرجوا من الحلقه لحد قبل الامتحان بخمس دقائق هكون معاكم على جروب مدرسه على الهواء ابتدائي واعدادي. لو في حد عنده اي سؤال، اي استفسار وهو بيحل في سؤال واقف قدامه يرفعهولي، وانا هحاول اجاوب على كل الاسئله. بكره ان شاء الله نقرا سؤال مره واثنين وثلاثه، ونركز جدا هو طالب مننا ايه. ما نتائج يبقى نبدا بادى الى، بما تفسر يبقى هنبدا بسبب، ونقرا السؤال زي ما قلت لكم مره واثنين وثلاثه عشان نجاوب اجابه سليمه. انا واثقه ان احنا حلينا كتير وذاكرنا كتير، وان شاء الله ربنا هيكلل كل التعب ده بنجاح وتوفيق. بتوفيق يا شباب، وعايزه بقى اسمع تعليقاتكم بعد ان شاء الله الامتحان بكره، وهنبارك لكم في مدرسه على الهواء برضو زي الترم الاولاني ان شاء الله بعد ما النتيجه تطلع، وهنستضيف منكم كمان الاوائل. كنت سعيده جدا معاكم، الى اللقاء، بالتوفيق واجازه سعيده.